بالنسبة للي دزولي هسه زميلتنا تقول لي شلون ما تلغي قلم، والله بصراحة يعني ما يلغي، المفروض انه مشارك يعني يشرع الملاحظة المهمة هيك نخلي، بس مو المشارك يشخبط لنا الشاشة، بس لازم امسح. السلام عليكم اخواننا الموجودين على البث الفيسبوك، بس اذا دا تسمعون الصوت تمام ودا تشوفون الصوره بس علقوا لي. شبابنا اللي على الزوم موجودين كله تمام الصوت؟ تمام. دكتور أحمد، حبيبي دكتور أحمد، تمام. شبابنا اللي على الفيسبوك اللي موجودين، إن شاء الله اليوم هو اليوم الأول من كورس الكومبوزيت اللي راح يكون على مدى يومين. اليوم الأول راح نكون فيه posterior composite restoration، واليوم الثاني راح يكون interior composite restoration. اليوم إن شاء الله راح نبدي خلال دقائق. بس إخواننا اللي على الفيسبوك، عبد الله يمي الشيء. حبيبي دكتور نقدر نبدي، بس انت شويه صوتك هسه يعني، بس هسه تمام عاشت ايدي دكتور. تمام حاليا، بس خل اسالك الشير سكرين اليك. يلا ستوب شيرينج. دكتور موجود وياي؟ ايوه موجود. دكتور بس دقيقه واحده، بس المشاهدين اللي يجون على الفيسبوك حاليا اللي حتى يشاركون، انت خل اسوي لك الشير، سوي شير سكرين هسه تقدر. دكتور أميس اللي قلت لك عليه هسه اجى حتى ما حبي. دكتور أميس can you listen to me؟ عاشت ايدك دكتور، هسه حاليا الشير سكرين اشتغل بس بعد الباوربوينت يعني.
Hello, Dr. Amit. Doctor? Hello, Dr. Abdullah. Hello, Doctor. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Just Alhamdulillah, Doctor. Thank you so much. Happy to join. Just to introduce you, now Dr. Ahmed will start. Our webinar today is designed for the fresh graduate and final year students in College of Dentistry in Iraq. Okay, today will be about posterior composite restoration. Okay, Doctor? Yes. Okay, Doctor. I'm happy to be here, you know, joining you from India, you know, meeting people in Iraq. I'm very happy to be with you. Thank you so much, Doctor. We are so happy to have you among us today. Thank you so much, Doctor. Thank you very much. Doctor Ahmed? Hey, Doctor. حبيبي دكتور حاليا تقدر تبدي كله تمام الفيسبوك بث الفيسبوك تمام وبث الزوم تمام تقدر تبدي بس صوتك شويه قرب المايك تمام اوكي دكتور تمام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا السلام عليكم دكتور شباب احنا أنا دكتور تدش المحاضرة أيه واضح الصوت دكتور حاليا واضح كان مو إيه لا أنت لا تخاف أنا هعليه شوي أصعد بالتون شوي شباب أنا دكتور تدش المحاضرة إنه مو مال الموضوع يعني ما أعرف أحكي بالمقدمات وما أعرف أقدم هذا السؤال في مال الحكي والكلام لكن ذكرت سابقا وأكرر هذا الموضوع للفائدة العلمية إنه إحنا حاليا تغير وضعنا بعد سالفة الكوفيد 19 وصرنا إحنا إنه بما انه ماكو كان تعليم وماكو كلينيكال ورك وماكو لابراتوري ورك فاتجهنا باتجاه الزوم والاونلاين ايدوكيشن فحاليا شفنا احنا قبل من جنا طلاب انه الستودنتس مالتنا ما عنده ذاك الانترست بموضوع الساينس يعني كان الدراسه عندنا مقتصره فقط على الجامعه انه انا طالب اليوم بالكليه اتعلم واقرا خلص وراها من تجي العطله انسى كل شيء واترك كل شيء واستمروا من أتخرج انتظر التعيين إلى آخر من هذا السوالف بس اليوم إحنا أمام ثورة جديدة بالعالم هي ثورة النت وسوالفها وبدأ طالبنا حاليا يبحث يريد يتعلم يريد يكتشف شنو الشيء الجديد شنو ما موجود شنو هو إيش قاعد يصير وهو هذا عن الأمانة إنه يوم جدا سعيد من هذه الناحية من قاعد أشوف إنه الناس قاعد تحاول تتعلم وبالمقابل أكو ناس قاعد تساعدها حتى تتعلم وأكو ناس قاعد توفر فرص حتى الناس تساعد الآخرين ويتعلمون فهذا الموضوع وهذا الكورس اللي قاعد انا لاحظت خلال هذا الشهر كله دكتور عبد الله قاعد يشتغل على هذا الموضوع وصراحه يعني انا اشوفه موضوع فخر واعتزاز انه هذه المنصه التعليميه موجوده وقاعد اشوف دكاتره سواء على مستوى العراق او خارج العراق كله من اجل شنو من اجل الطالب من اجل الخريج من اجل الستودنتس مالتنا من اجل نرفع عن الادكيشن ونرفع مستوى طب الاسنان العراق على مستوى العالم احنا اليوم نريد نوري العالم شنو هي امكانياتنا شنو هي قدراتنا شنو اللي عندنا شنو نقدر نسويه لا تعتقد انه انا بعتمد على الكليه فقط راح تعلمني لا انت ابدي بنفسك وما شاء الله هذه الفرص موجوده هسه دكتور عبد الله قاعد وغيره من الزملاء قاعد نشوفهم قاعد يوفرون هاي الفرص حتى الواحد يتعلم فانت استغلها باقصى امكانياتك حتى باشر عقب ان شاء الله من تطلع من تتخرج وتطلع تروح تنافس على مستوى العالم تنافس باسم العراق احنا اليوم اذا 70 واحد هسه واذا 100 اذا طلع من عندنا واحد نافس عالميا خلاص احنا ربحنا حققنا هدفنا نجاحك مقرون بنجاحنا انت تنجح احنا كلنا ناجحين لان هو انت تطلع باسم العراق فاحنا نريد نحقق هذا الشيء انه احنا نوري العالم شنو هي امكانياتنا ما شاء الله يعني الدكتور عبد الله وغيره قاعد يوفرون هاي الفرصه حتى احنا نستفاد ونتعلم وحتى نواري شنو هي الامكانيات اللي عندنا خصوصا بعد سالفه التعيينات واصبحت يعني خاف الفرص العمل غير انت يحتاج انه تتميز يحتاج انه تعرف يحتاج انه تطور قدراتك فالدكتور عبد الله مشكور على هذا الجهد المبذول صراحه كل شكر لك دكتور احمد يعني هذه المواقف وهذا خلال شهر كامل الرجل تعبان على هذه السالفه صراحه الله يساعدك على هاي الهوسه كلها شكرا جزيلا لك هاي انجازات تحسب لك ان شاء الله وكذلك للمشاركين ان شاء الله ان شاء الله شبابنا من كنا طالب انه انا كنت ايد احد يعلمني ما كان اكو هذا الموج ما تحصل هيك شيء فرص بس هسه انا اليوم ايد احقق حلمي انه انا اساعد غيري وانا اساعدكم باكر انت راح تساعد غيرك وهذا وهكذا بهذه السلسله الى انه احنا يرفع ان شاء الله مستوانا وانتم كلكم جيل ما شاء الله حاليا فدكتور عبد الله مشكور شكر جزيل على هذه الانجازات وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله كل شكر لحضرتك
حبيبي دكتور، اشكرك حبيبي دكتور. بعد احنا ان شاء الله نبلش بالادهيزف. طبعا هو الموضوع من تحكي انت بوستيريور كومبوز ريستوريشن هو اسوشييت وي الادهيزف سيستم. انت ما تقدر تسوي كومبوز ريستوريشن وذاوت ادهيزف سيستمز، لان احنا اول ما تركنا الامالغام بسنه 1950 وظهر النيو كونسبتس اوف توث كولر ريستوريشن وفرحنا وما صدقنا خلاص بعد احنا ترك الامالغام صارت هيستوري، بس انصدمنا بموضوع انه يابا الكومبوز ريستوريشن هذه مالتنا ما قاعد تسوي ريتينشن ويا التوث ستراكشر بعكس الامالغام. الامالغام كانت توفر ميكانيكال ريتينشن عن طريق اندر كارتس او جروفز او سلوس وخلاص تقعد الامالغام وتطول 12 سنه اكثر. لكن من اجينا على الكومبوزيت وفرحنا وسميناها توث كومبوزيت هذا هو انحلت المشكله وحصلنا على استاتيك الى اخره، بس انصدمنا انه هذا ماكو ريتينشن هنا بالموضوع. انا احتاج انه احصل على ريتينشن وين توث ستراكشر حتى تبقى الكومبوزيت ريتين وذ توث ستراكشر. فظهر الهيستوري مال الادهيزف سيستم، فظهر موضوع الادهيزف سيستم انه انا احتاج ماتيريال موجوده حتى تسوي ريتينشن بين التو ستراكشر وبين الكومبوز ريستوريشن. فمن تجي تحكي انت على الهيستوري مال الادهيزف سيستم شو تقول؟ تقول يابا انا عندي اليوم انامل اند دنتين. الانامل هو عباره عن مو نون ليفنج تيشو، بس هو الانامل والدنتين كلهن عباره عن هيدروفيليك ماتيريالز، هي عباره عن ماتيريالز تحتوي كونتين ووتر وذ ات. فاني احتاج انه اجيب الفيد ماتيريالز حتى تتسق بيهن وبنفس الوقت تتسق لي بيمن بالتو ستراكشر. فظهر موضوع اللي هو الادهيزف سيستمز او البوندينج. طورنا ماتيريال قدرنا من خلالها انه نلزق الكومبوز ريستوريشن على التو ستراكشر، هذا المصطلح العامي. زين، بس احنا ما بدنا نسوي هذه الفكره بالبدايه، ما كان عندنا ذاك النولج حول الموضوع. فاول ما اشتغلنا على الانامول اللي هو بسنه 1955 تقريبا 1950 الى 1955 بونكور طور شيء اسمه اسيد اتش اور بوندينج فور انامول اونلي. احنا ما كنا نعرف شيء عن الدنتين، كنا نعرف فقط انامول. فبونكور من اجى قال يابا هذا انامول زين، احتاج انه انا اسوي له ريتينشن وي كومبوزيت. زين شو اسوي؟ خل اسوي له اتشينج، اجيب اسيد اتش يخرج لي الانامول ويسوي لي بي بوروسيتيز ويسوي لي بي ثقوب موجوده وياه حتى تجي البوند سيستم يلزق لي ويا الكومبوز ريستوريشن واحصل على كومبوز ريستوريشن. اللي هو هذا كان بدايات التطور. ما انت من تريد تحكي اليوم على الادهيزف سيستمز لازم تقسمه الى ثلاث اقسام. القسم الاول تحكي بيه على الجينيريشنز اللي هن تقريبا 8 لحد الان وصلنا. القسم الثاني تحكي على التكنيكس اللي هي سيلكتيف وتوتال اتش وسيلف اتش. والقسم الثالث تحكي على الستبس، هل هو 2 ستبس 1 ستبس 3 ستبس الى اخره. فانت من بدايه جيت تحكي انت على الجينيريشن. ب 1950 ما حد كان يعرف شنو هو الدنتين، كنا نعرف فقط انامول. فاجي اقول لك يابا انت انا احتاج انه انت حتى تحصل على ريتينشن بيناتهم، وهذا نوع الريتينشن هو مايكرو ميكانيكال ريتينشن وليس كيميكال ريتينشن، حتى صحح هذا الكونسبت اللي قاعد نشوفه حاليا عند زملائنا وعند طلابنا. بنتساله يابا الكومبوزيت شلون تقعد ويا التو ستراكشر، تقول له انت كيميكالي. لا، هو مايكرو ميكانيكال الريتينشن اوف ذا كومبوزيت وذ ذا تو ستراكشر از مايكرو ميكانيكال ريتينشن، ات از نوت كيميكال. الكيميكال هذا الجلاس اينومر سيمنز كيميكال، الاول جينيريشن اوف بوند اللي هو 10 ام دي بي هذا كيميكال، الزنك بوليكاربوكسيليت هذا يلتصق كيميكال ويل تو ستراكشر. لكن البوند هو مايكرو ميكانيكال، انه انت تسوي بوروسيتيز او تاجز مايكرو تاجز على مستوى المايكرو على مستوى النانو حتى احصل من خلالها على ريتينشن. هذا ريتينشن هو مايكرو ميكانيكال ريتينشن. من اجى بونكور بسنه 1950 واجى كل شغله كان مركز على الانامل فقط. اجى قال اوكي انا احتاج انه اخرج هذا الانامل، خل اجيب ان اسيد، استخدم اسيد ماكو مشكله، فهذا الاسيد راح يسوي لك مايكرو بوروسيتيز. زين، واجيب الادهيزف سيستمز اللي هو البوند مالتي والصقه عاليه، واجيب من وراها الكومبوز ريستوريشن وتتسق ماكو مشكلة. هذا كان هو الفيرست جينيريشن. الفيرست جينيريشن كان كل همه هو الاستقلاليته، هو كان يحكي على الانامل فقط اللي هو بوندك تو انامل.
زين وراح ايش قد راح يعطيك الانيمال شباب الاسيد اتش راح تحطه على الانيمال راح تقريبا يسوي لك اكسبوز بمقدار 10 مايكرون من الانيمال بريزمز وجماعته فيعطيك تقريبا 30 ميجا باسكال كسترينث انت ذا الكومبوز مالتك تتحمل 50 ميجا باسكال فانت 30 حصلت من الانيمال فماكو مشكله بس بعدين بالتطور هذا كان طبعا اول جنريشن الفيرست جنريشن كان اللي هو سنه 1950 كان يحكي فقط على البوندك 2 انيمال اونلي بعد ذلك اجى السكند جنريشن هم كان يحكي على الانيمال بعدنا ما وصلنا قاعد يعني شويه سووا له موديفيكيشن بس بقى نحكي احنا بوندك 2 انيمال والانيمال احنا للامانه ما عندنا باي مشكله ما عندك شنو المشكله انت بالانيمال ما عندك اي مشكله لا عندك بوب يم لا عندك فد هو صح طبعا بالمناسبه هو الانيمال صح يحتوي لك على ووتر بس ووتر بنسبه قليله الانيمال هو عباره عن هيدرو فيليك ماتيريال الدنتين هو عباره عن هيدرو فيليك ماتيريال اما البوند هو هيدروفوبيك تمام فكان الانيمال هو هيدروفيليك بس بنسبه قليله يعني يحتوي لك على ووتر اي بس قليل كلش انت بالدراينس وانت من ثلاث اسد ايش وسوي دراينس هذا ممكن يقل لك يصير دراي كومبليتلي دراي واحنا خصوصا الانيمال مسوي اكسس بدراينس ما عندنا مشكله فتقريبا راح يتحول لك الى هيدروفوبيك من تجيب البوند مالتك اللي هو الهيدروفوبيك وتقعد على هيدروفوبيك ماتيريال راح يصير بيناتهم تصاق راح يصير بيناتهم اتيجن ماكو مشكله المشكله شو كظهرت المشكله من اجى الجنريشن الثالث اللي هو تقريبا فيوزياما طرح موضوع الجنريشن الثالث فيوزياما بسنه تقريبا 1970 هيك تقريبا اجش قال يابي انا اريد بعد ريتينشن انطوني بعد شويه ريتينشن اكثر لان هذا الانيمال احس غير كافي خصوصا باللارج كافيتي بالديب كافيتي احتاج ريتينشن فانت اعطيني شويه ريتينشن بس مين اجي من هذا الريتينشن ما انت الانيمال كله ماخذه خل اروح احول على الدنتن واحصل من خلال الدنتن على ريتينشن هذا الحكي بالثيرد جنريشن دخل موضوع الدنتن اللي هو الادهيزف تو دنتن الجيل الاول والجيل الثاني كانوا يحكون ادهيزف تو انيمال اونلي بالجيل الثالث من اجى فيوسياما قال خلينا نحكي على موضوع الادهيجن تو دنتن زين قالوا له تعال انت يا فيوسياما تريد ادهيجن تو دنتن زين انت مو لازم تسوي اسيد اتش للدنتن قلنا ايه شنو المشكله هو راح احنا نطور اليوم تكنيك جديده اسميها توتال اتش تكنيك اللي هو اتشينج فور بوث انيمال اند دنتن اند بوندينج فور بوث انيمال اند دنتن بس قالوا له احنا ما عندنا ذاك النولج حول موضوع الدنتن واحنا ما مجربين نستخدم اسيد على الدنتن فاحتمال هذا الاسيد اذا حطيته على الدنتن يسوي لك بالبال ادفيرس افكت هنا الفكرة قالوا له يابا هذا الدنتن إذا تروح توديه الأسد تحطه على الدنتن احتمال يسوي لك بالبال أدفيرس إفكت وإحنا ما مجربين خايفين فأنت لا تستخدمه هذه بي مشكلة لأن هذا أسد مو شوية الأسد تحطه على الدنتن ما بيها مشكلة عادي الدنتن بعيد الإنمال بعيد والإنمال ما يا كوميونيكيشن ويا البالب فماكو مشكلة بس إذا جيت حطيته ويا الدنتن هنا المشكلة هذا أسد هو الرجال وبكتها الزملاء الرجال وبكتها فيوزياما ما خذ بالحكي مالتهم سوى قام واستخدم سوى كونسبت جديد سماه توتال اتش تكنيك قال يا براها احط اسيد اتش على الانيمال وراها احط اسيد اتش على الدنتن وراها اغسلهم اثنيناتهم وراها احط بوند عليهم اثنيناتهم اوكي سوى الرجال بعد فتره زمنيه معينه تقريبا سنه او اكثر صار عنده ادفيرس بالبال إفكت صار عنده أدفيرس إفكت بالبال إجي هم جماعة قالوا له ها جينا لك مو قلنا لك لا تستخدم هذا التكنيك غلط مو قلنا لك هذا أسد ويصير حط على الدنتن وبوقتها هذا الرجل من قالوا له هيك إحنا قلنا لك لا تستخدم ولا تسويها رجع سوى دراسات مرة ثانية على الكيسات اللي اشتغلها واكتشف إنه يابا هاي الأدفيرس بالبال إفكت والادفيرس بالبال رياكشن صارت عندي من استخدمت اسيد اتش عند دنتن هي بالحقيقه صارت نتيجه البكتيريا ليكج وليس نتيجه الاسيد اتش يعني شنو يعني احنا كلتنا متفقين انه هي الكومبوزيت بعد فتره بعد 3 سنوات اكثر يصير بيها دي بوندينج ويصير عندك جامز ويصير عندك مايكرو ليكج ويصير عندك نانو ليكج وهذا يروح للبالب ويسوي لك سكندري كريز والى اخره مو صحيح هو هذا العرفه فقال لهم يابا هاي المشكله صارت عندنا بالاسنان بالكيسات اللي اشتغلناها توتال اتش تكنيك
هي نتيجة البكتيريا الليكج وليس نتيجة الأسيد. لأن الأسيد أنت حطيته هسه والتأثير مع قاعد شو وقت المشكلة قاعدة تصير؟ قاعدة تصير بعد سنتين بعد 3 سنوات. فهو الرجال بعدين من سوى هاي الدراسات وكشف أنه هذا الموضوع هو نتيجة الديبوندينج ونتيجة البكتيريا مو نتيجة الأسيد إتش. طور وثبت هذا التكنيك اللي هي كانت الثيرد جنريشن، اكتشف فيها موضوع التوتال إتش تكنيك اللي هو اللي هي أنا حط الأسيد إتش على الإنمال والدلتا. حط هو الرجال بس واجهته مشكله شويه تقريبا هنا. هسه جد انا احطن بالتوتال اتش تكنيك يا شباب، جد احطن على الانامول ولا على الدنتل، تحط انت الاسيد اتش اللي هو 37% اورثو فوسفوريك اسيد، 37 ممكن ومرات تلقى 35 اورثو فوسفوريك اسيد، احطه على الانامول لمده 15 ثانيه زين، احسب 15 ورا ال 15 ارجع احطن على الدنتل لمده 15 ثانيه، فصار ذاك 15 ب 15 30 انامول وصار الدنتل 15 ووراها اغسلهم اثنيناتهم. هسه ليش انا اخترت 30 ثانيه اسيد اتش على الانامول؟ لان اذا احطن اقل من 30 ثانيه راح تصير عندي مشكله انه ما راح يسوي لك على الانامول قاعد نحكي، ما راح يصير عندك المايكرو بوروسيتيز وما يصير عندك اكسبوجر للانامول بريزمز. وبالمناسبه هو الاسيد اتش تقريبا يسوي اكسبوز بمقدار 10 مايكرون من الانامول زين. فاذا حطيت اقل من 30 ثانيه ما راح يكون لي عندي مايكرو بوروسيتيز هواي او كبار، فبالتالي راح يقل عندي ريتينشن. واذا حطيت اكثر من 30 ثانيه راح يتكون عندي ماده اسمها داي كالسيوم فوسفيت. هسه بال 30 ثانيه اسيد اتش على الانامول تتكون عندي ماده يسمونها مونو كالسيوم فوسفيت. هذه يعني راسب اعتيادي نتيجه الديمينرالايزيشن مال الكالس، ما هو شبين يعني متكون الانامول كالسيوم فوسفيت كعناصر. فانت شو تسوي؟ تسوي ديمينرالايزيشن فيتحلل لنا ذني تكون لك ماتيريال يسمونها مونو كالسيوم فوسفيت، هاي عادي من تجي تغسلها تروح. 30 ثانيه فقط، اكثر من 30 ثانيه راح تتكون عندك ماده اسمها داي كالسيوم فوسفيت راسب طيني. هذا الراسب اللي تكون هو راسب طيني يدخل لك بالمايكرو بوروسيتيز وصعب ينزال بالماء، مو بسهوله يطيح بالماء بالتغسل. فهذا راح يبقى هنا كراسب طيني بداخل المايكرو بوروسيتيز ويقلل لك الريتنشن. فاحنا اتفقنا اليوم انه 30 ثانيه فت لهي الاسباب، هذا الانامول فقط زين. حاطه الرجال بس ورا فتره قاعد يلاحظ انه انا قاعد يصير عندي مشكلة إنه هذا ديبوندي. ليش؟ لأن الدنتين هو بيورلي هيدروفيلك، هو هيدروفيلك كلش، لأن الدنتين يحتوي بداخل على دنتال تيبولز، هاي دنتال تيبولز بيها ماي، وهاي دنتال تيبولز بيها أودونتوبلاس إلى آخره، فهاي هيدروفيلك كلش هيدروفيلك. وأنا الماتيريالز اللي قاعد أستخدمه والبوند قاعد أستخدمه هو هيدروفوبك تمام. فما قاعد يصير بيناتهم رياكشن، ما قاعد يصير بيناتهم بوندينج، لان هذا يحب محب للماء وهذا كاره للماء، قاعد يتناثرن قاعد يقل عندي انا البوند. فلازم اني احل هاي المشكله. حتى احل هاي المشكله تقدر انت يا بد احل هاي المشكله وتجيب لك بوند هو عباره عن هيدروفيلك، جيب بوند. انت الدنتين ما تقدر تتلاعب بيه لان الدنتين هو من الله سبحانه وتعالى هو هيدروفيلك محب للماء. فانت حاول تتلاعب بالبوند وتجيب لك ماتيريالز او تجيب بوند هو عباره عن هيدروفيلك. المشكله وين؟ المشكله انه اذا تجيب بوند هيدروفيلك هذا ضعيف. انا ليش اخترت هيدروفوبيك البوند مخصوص؟ لان الهيدروفوبيك هو انسوليبل غير قابل للذوبان، واحد. ثانيا الويل ريزيستنس مالته عالي. ثالثا يقاوم لك الاسيدز والاورال انفايرمنت الموجوده داخل الكافيتي. على هذا الاساس انا مضطر اختار بوند هو هيدروفوبيك حتى يكون قوي ويقاوم زين. اوكي هاي اوكي، خلينا نفكر بغير حل. خلينا نحاول نجيب بوند او ماتيريال او ادهيزيفنس او رزن ادهيزيف، خلينا نحاول نجيبه هيدروفيلك. اوكي من يتحد ويا دنتين هو هيدروفيلك، ومن اسوي له كيورج واكتيفيشن يتحول هيدروفوبيك او نخلص من المشكله. بالتالي انا التصق ويا الدنتين لان هو هيدروفيلك، ومن سويت لك يورج راح يتحول هيدروفوبيك يعطيني الستريث والريزستنس اللي انت قاعد تحكي بهم.
خوش خوش فكرة عالمية هذه الفكرة، لكن بالحقيقة أنا لحد الآن ما عندي هيش ماتيريال موجودة بالعالم، ماكو هيش ماتيريال. زين هسه حلولي، الحلول اللي قاعد اوضع الحين وين البوت، ما قاعد اجيب نتيجه، ما اقدر اسوي هيدروفيليك بسبب هو اريد ستريس بي، ما قاعد اطور فد ماده لان ما متوفره حاليا، دخل احول عدنتن عوف البوت، روح حول عدنتن اشتغل غير لي الدنتن. فرحت اجيت انا اريد اشتغل على الدنتن، لان الدنتن هو هيدروفيليك ما بيها مجال. زين دخل اجيب ماده ثنائيه القطب حتى تتحد، يعني هيدروفيليك وهيدروفوبيك حتى تتحد، والهيدروفيليك بارت مال الدنتن والهيدروفوبيك مات مالتها يتحد ويلبوت وخلص من المشكله. وصحيح طورنا ماده سميناها برايم، حلت لي مشكله الادهيزف، هو مو هذا ما يتحد ويا هذا، جبت ماده وسطيه بيناتهم اللي هي البرايم اللي هي يسموها انفيفيليك، ماده ثنائيه القطب بيها هيدروفيليك وبيها هيدروفوبيك. الهيدروفيليك راح يروح يرتبط ويا البوند، والهيدروفوبيك يرتبط ويا ويا الدنتين، والهيدروفوبيك يرتبط ويا البوند. هسه انا هنا بديت احل هذه المشكله. زين بس انت ما انتبهت هنا، انت شو راح تشتغل؟ هو البرايم راح يشتغل فقط على الدنتين، هذا البرايم داخله ووتر وبدا سولفنت، ووتر وسولفنت اللي هن كحولات اسيتون اثيل الكحول. هذا البرايم من راح يروح البي الووتر وبي الكحول، من راح يروح للدنتين، الووتر الموجود بي راح يساعده يدخل بالدنتانال تيوبولز. زين والكحول البي راح يساعده انه يبخر هذا الماء الموجود داخل الدنتانال تيوبولز حتى يحول الدنتين من هيدروفيليك الى هيدروفوبيك. فبالتالي صار عندي الدنتين هيدروفوبيك والبوند هيدروفوبيك، اتحدد مع بعضهم البعض، حليت المشكلة. شلون حليته؟ من استخدمت برايم. زين هسه هذا انحلت المشكلة، بس يا شباب البرايم او السولفنت ذني الكحولات والاسيتون هذني مشكلتهم انه ما يصير لهم كيورنج، واحد ومفروض انت تبخرهن، مفروض يعني ما يبقى الموجودات، لان اذا يبقى الموجودات راح يعفل لك الكومبوزيت، راح يسوي لك البوليمر مال تو ستراكشر سوفت. شلون هو مو راح يدخل جوه ويذوب لك ويبخر لك الماء وحصر هيدروفوبيك؟ زين انت بعدين لازم ترجع هم هذا الطيره تسوي له ايفابوريشن، هذا الكحول توخره، لان هذا الكحول اذا بقى هنا ما يصير لك يورينج، واحد وراح خاف ياثر لك على عمليه البوليمرايزيشن اللي راح تصير بين البوند وبين تو ستراكشر. شو يسوي الكحول اذا بقى؟ الكحول اذا بقى هنا الاسيتون وغيرها اذا بقى يسوي لك البوليمر ماتريكس مال الدنتين سوفت، يعني الدنتين راح يصير طري كلش، فاحتاج انه انا ابخره. تنتبه على هذه النقطه. زين خلصت من هذه المشكله، بعد ما احكي شيء اسمه هاي المشكله واجهناها فقط بالدنتين شباب. الانامل صح هو هيدروفيليك، بس الماي بي كلش قليل، فممكن يتحمل الهيدروفوبيك ويلتصق وياه، وانت اصلا راح تنشف للانامل بعد الاسيد اتش، فماكو مشكله بالانامل، المشكله بالدنتين. هسه الدنتين بدايته انه ما قاعد يتحد ويل البوند، لان هذا هيدروفيليك هذا هيدروفوبيك. حليت المشكله، ايش سويت؟ اكتشفت البرايم التصق هذا وهذا، لصقتهم خلاص. هذا كان الكونسبتس مالت من مال الثير جنريشن اللي هو التوتال اتش مال فيوسياما. زين بعدين اجى هو اجى عالم يسمونه ناكابايشي، ايش قال؟ اللي هو الفورث جنريشن، قال يابا انا قاعد احس انه هذا هم غير كافي كيرتينشن، بس انا من اجيت قصيت الدنتين وحطيته تحت الميكروسكوب لقيت انه من مكونات الدنتين اكو شيء يسمونه كولاجين فايبر. هو الدنتين بي دنتال تيوبولز وبي اودونتوبلاس، واكو فوق بالقمه داير ما داير دنتال تيوبولز اكو شعيرات، هذن الشعيرات هن عباره عن كولاجين فايبرز. هذا فوق هذا قاعد يحكي هنا، قاعد نحكي احنا حاليا بالفورث جنريشن. زين اي وش تريد هسه انت جايني؟ اريد استغل هذا الكولاجين فايبرز وادخله بموضوع الريتينشن. فظهر كونسبت جديد سمى كولاجين Fibril Reinforced Resin Matrix، المصطلح العام مالته Hybrid Layer.
فبالفورث جنريشن انا ما غيرت شيء، بقى توتال اتش، وبقى لا احتاج استخدم ابرا، استخدم اسيد اتش واستخدم ابرايم واستخدم بون. بس هنا اكتشفت موضوع الكولاجين فايبرز اللي راح يساعد لي ويزيد لي بالريتينشن مال الكومبوزيت. هذا كان الفورث جنريشن. الفورث جنريشن يجيك بثري بوتلز، يعني ثري ستيبس. اجيب اسيد اتش بوحده احطها انامولودنتن، وراها اغسل، وراها اجيب ان احط ابرايم عليها اثنيناتهم، وراها اجي احط البوند عليها اثنيناتهم. هذا هو الفورث جنريشن. زين شوف دكتور، هسه هذا الادهيزف الادهيرنت. الادهيرنت 1 هو هو الكومبوست، والادهيرنت 2 هو شنو؟ هو التو ستراكشر. هذا اللي بالنص هو البوند. هنا جيت شوف دكتور، لاحظ الاسيد اتش يسوي لك. الاسيد اتش وظيفته انه يسوي لك مايكرو باراسيتس، يخرش لك، يشيل لك اي دبريز موجوده، ويفتح لك الدنتال تيوبس على مستوى الدنتين، ويسوي يفتح لك الانامال بريزمز على مستوى الانامال. هذا تحت الالكترون مايكروسكوب، هاي هي الاسيد اتش على الدنتين. شوف هسه هذا هو الدنتين، انحطت لي اسيد اتش، شلون صار فتحت للدنتال تيوبولز. هاي الدنتال تيوبولز يجي بين الادهيزف ويجي هنا بين البوند، واحصل على مايكرو ميكانيكال ريتينشن فور كومبوزيت ريستوريشن. العفو دكتور احمد، اعتذر عن المقاطعه. أيه؟ دكتور بس الشباب يقولون يا ريت لو شويه يعني قلل سرعه الشرح مالتك اذا امكن. تمام، هو مشكله طبيعتي انا سريع. زين تمام. لا هذا هذا كله هو كان اور اوف قاعد نحكي احنا كهيستوري، بعدنا راح ندخل بالصدق، لا تخاف من هاي الناحية. زين شباب، جبت الأسيد إيش مالتي أني، اسمه فسفوريك أسيد. طبعاً بالناسبة هو عندك أسيد إيشات كومة، فسفوريك أسيد، هيدروفلوريك أسيد، هيدروكلوريك أسيد، مالك أسيد، بيوتاريك أسيد، EDTA إلى آخره. لكن الأيديال مالتي هو اليوم الأيديال هو الأورثو فسفوريك أسيد 37%. جبت الفسفوريك اسيد مالتي وحطيته على الدنتن او على الانامول، شوف ايش راح يسوي لك. هذا هنا على مستوى الالكترونيك مايكروسكوب، شوف ايش راح يسوي. شوف هاي مليانه بالدبريز، هاي الدبريز الموجوده داخل هنا يسموهن السمير لاير، اللي هي اللاير تتكون نتيجه الكافيتي بريبريشن. فانت ما قاعد تسوي كافيتي، قاعد تقص بالانامول والدنتن، هاي الدبريز اللي قاعد تقص وين قاعد تروح؟ قاعد تجمع لك بالكافيتي. شوف، فانت بن سويت اسيد اتش، الاسيد اتش راح يسوي، راح يسوي لك ديمينرالايزيشن بالتو ستراكشر، راح يقعد عليه، وبنفس الوقت يزيل لك هاي السمير لاير بالكامل. فاني هاي الدنتال تيوبولز كلها دبريز، من حطيت لها اسيد اتش صارت هسه فتحت لي الدنتال تيوبولز، صار عندي مايكرو باراسيتيز، صار عندي مايكرو تاكس. هسه هنا يلا راح يجي البوند ويدخل بداخل هاي الدنتال تيبيولز ويسوي لي مايكرو ميكانيكال ريتينشن. زين بالفور جنريشن قلنا اجينا كابايش، ايش قال؟ قال يابا اكو كولاجين فايبرز هذني موجودات، دخل استفاد منهن اني، هذني خل استفاد منهن يطن ريتينشن. زين اوكي، هنا طنك ريتينشن، بس اكو مشكله يا شباب. احنا من الساعه قبل شوي سولفنا انه انا الوقت التايم اوف اتشينج ايش قد احطه على الانامول. التايم اوف اتشينج قلنا فور انامول از 30 سكند. واي؟ لان قلنا اذا احطن اقل من 10 اقل من 30 ثانيه ما قاعد احصل ريتينشن عالي، لان ما قاعد يخرج لي زين. زين، واذا احط اكثر من 30 ثانيه راح تتكون عندي ماتيريال اسمها داي كالسيوم سيليكيت، عفوا داي كالسيوم فوسفيت، وهاي الماتيريال صعبه انه تنزال. هاي الماتيريال عباره عن راسب طيني، فصعب انه يتم ازالتها بالوشق الاعتيادي، فبالتالي راح تظل ساده هاي المايكرو بوروسيتيز اللي سويتها، ويقل عند الريتيشن. لهذا انا عندي اليوم 30 ثانيه هو ايديال. زين اجيت حكيت على الدنتن. الدنتن بعد ما اكتشفت الكولاجين فايبرز، الدنتن انا اختارته 30 عفوا 15. الاتشنج فور دنتن هو 15 سكند. ليش 15 ثانية؟ لأن إذا تخليه أقل من 15 راح ما يفتح لك كل الدنتال تيوبولز، ما راح يشيل لك السمير لاير نتيجة الكافيتي بريبريشن. إحنا مو قلنا الكافيتي بريبريشن مالتي راح يطيح لك دبريز تدخل إنساد الدنتال تيوبولز وصل لك إياها، وأحتاج هنا أنا أجيب الأسيد إتش حتى يخرج لي إياها ويزيل لي إياها حتى يفتح لي الدنتال تيوبولز حتى حصل على ريتينشن. مستوى اللي حكيناها؟ إي. زين،
فثلاث 15 ثانية إذا أقل ما راح تنزل هاي بالكامل وما راح يصير عندك ما يفتح لك الدنتال تيوب وولز وبالتالي ما راح تحصل ريتينشن زين. خل أسويها أكثر من 15 ثانية شنو المشكلة؟ قال لك إذا أنت حطيت الأسد إتش أكثر من 15 ثانية راح يبدي الأسد إتش ياكل بالكولاجين فايبرز الموجودة فوق عندك وبالتالي يقل عندك الريتينشن. شوف انت قاعد تلاحظ الموضوع شلون معقد من ناحيه الريتينشن. هو الموضوع من تجي تسولف في من تجي تشتغله حطيت اسيد اتش بوند هذا هو ماكو مشكله ما طول عندك يمكن ثانيتين ما يطول عندك دقيقتين بس انت قاعد تشوف التعقيدات شلون شنو اللي قاعد تصير على مستوى المايكرو هذا انت بتشوفه بعينك. يعني شنو يعني شنو المشكله اذا حطيت 20 ثانيه الاسيد اتش عدلت قاعد يقول لك ياكل الكولاجين فايبر يا بدي خلي ياكل الفدوى الي لا مو هذا راح ياثر لك على الريتينشن. لهذا من أقول 30 ثانية لأسباب ليش مو أكثر ليش مو أقل هاي الأسباب واحد اثنين ليش 15 ثانية لأسباب واحد اثنين. وبالمناسبة أنتوا ماكو أحد بيكم فكر ليش الأسد إتش اللي قاعد نشوفه هو جل وملون؟ قال لك بالبداية من كانوا يحشون أول ما سووا الأسد إتش سووا عبارة عن سائل فمن قاموا يحطونه قاموا يسيحوا أنت ما تشوفه لأن هو سائل كأنما ماي فسووا ضافوا له الوان حتى يعرفونه وين يروح بس هم بقى يسيح لان هو مثل الماي فسووا جل حتى يكون خشن شويه ثيك اكثر. فهسه الاسد اتش الموجود حالي اللي هو اغلبه لونه ازرق وجل من اجل هدفين. الهدف الاول حطوا له اللون حتى انا اشوف وين قاعد احطه وحط سووا جل حتى يبقى شويه ثيك من احطه على هذا السايت يبقى فقط هذا السايت ما يسيح منه. لكل شيء اكو سبب. ليش هذا الاسد اتش اكو سبب؟ ليش هذا الوقت اكو سبب؟ ليش هاي التكنيك اكو سبب؟ ها بالمناسبه هو ال 15 ثانيه ايديال لكل الكيسات الاسد اتش عدنتن 15 ثانيه ايديال لكل الكيسات لا شنو لا؟ انت مو تقول 15 ثانيه اذا اكثر ياكل كولاجين فايبر مستوى قلت اي صحيح بس هذا في حاله كان الدنتين هو نورمال اما اذا كان سكلروتيك دنتن لا ما يفيد. جابوا كيسات جابوا تو ستراكشر اكو عالم نسيت اسمه ما اتذكره قاعد جاب تو ستراكشر اكستراكتد تيث لابراتوري سوى لابراتوري ستدي دراسه مختبريه جاب اكستراكتد تيث الرجال زين حط اسيد اتش طبعا الاكستراكتد تيث هذني كان الدنتين مالته مو نورمال يعني شنو يعني سكلوروتيك دنتن جاب سكلوروتيك دنتن واحنا نعرف شنو نقصد بالسكلوروتيك دنتن زين جابهن وحطاهن اسيد اتش 15 ثانيه عاملهن معامله النورمال دنتن بعد فتره لقى ان الروتيشن ضعيف. ليش؟ لان 15 ثانيه هو للنورمال دنتن اما اذا كان سكلروتيك دنتن معناها هذا بي هاي مينرال كونتنت المينرال كونتنت هنا عالي فاحتاج الاسيد اتش احطه اكثر حتى ياكل لك هاي السمير لايرز حتى يفتح لك الدنتال تيوبولز. فالسكلوروتيك دنتن ما تعامله معاملة النورمال دنتن 15 ثانية هو للنورمال دنتن أما السكلوروتيك دنتن ممكن توصل 20 ممكن توصل 40 وإذا إنامل توصل حتى 60 ثانية. إذن هو كل كيس هي مشكلة كل كيس هو هي تشالنج باحته إليك. لهذا احنا نأكد على موضوع الهيستوري والدياغنوسيس والكلينيكال اكزامينيشن تدرس كل الكيس شنو هاي البيه شنو موجود شنو هذا الكلاس كلاس 1 اوكي بيت انت فيشل لوكافيتيتد زين شنو وين واصل زين ليش هي صاير من ليش على مود هاي الاسباب على مود هاي الاسباب انت اللي هي اسباب ممكن بنظرك هي بسيطه بس من تجي على مستوى المايكرو لا هذه معقده. ياهو كان يفكر انا من مشتغل من طالب ما فكر انه هذا الدنتين هو سكلوروتيك كله 15 ثانيه بس هسه يقول لك اذا سكلوروتيك دنتين 15 ثانيه تاكل وتشرب لا ما تفيدك لان مينرال كونتنت مالته عالي بمعادل لسه التار هنا 15 ثانيه شو تسوي له؟ قال له زيده وصحت ل 40 ثانيه اكو كيسات وصلت 60 فانت تنتبه بهاي الناحيه زين. فعرفنا هسه ليش 15 ثانيه هنا وليش هنا 30 ثانيه زين وعرفنا الكولاجين فايبرز ماكو مشكله حد الان هو هذا الشاب ثيرد فورث جنريشن اللي استخدمناه كليته بالكليه اعتقد 3 بوتل راح استخدم الفيست اي ثلاث بطاله توتال اتش تكنيك 3 ستيبس احط اسيد اتش واغسل احط وراها برايم بحد واحط وراها بوند بحد خلاص سدينا موضوع الفور جنريشن. اجى موضوع بعد ذلك شوف دكتور
شوف هذه البيكتشر الدراي والويت بوندينج زين. شفنا هذا خوش فكره. يقول لك انت من حطيت اسيد اتش على دنتن وغسلت لازم تنشف. شلون تنشف؟ اجي يقول لك اذا نشفت هواي نشفت اجريسيف دراينس على الدنتن. انا ما بي مشكله سوي اجريسيف دراينس ماكو مشكله, بس المشكله بالدنتن. اذا سويت اجريسيف دراينس يعني جبت التربل سرج حطيتها على الدنتن ونفخت حيل, راح شوف الشكل اللي صار عندك, راح يصير هذا كله سموث. هذا راح يسوي الكولاجين فايبرز يصير بهن كولابس, يعني الكولاجين فايبرز اللي هنا راح تنام. اذا سويت اكسسيف دراينس الكولاجين فايبرز راح تنام, واذا نامت قلل ريتنشن. يعني هسه تبريك بعض بالوت شلون الكولاجين فايبرز هواي وشلون بها مايكرو بوروسيتيز, بينما من اسوي دراينس قوي راح افقد هاي الرفنس, راح افقد هاي الكولاجين فايبرز اللي قاعد تساعدني بموضوع الريتنشن. فانت حتى الدراينس مالتك يختلف لازم. فش تسوي؟ قال لك حتى تنشف الماي العدنتين يحتاج انه تستخدم كوتن رول. هذا اللي عندنا الكوتن رول, وانشف فيه او اجيب بوند برش, البرش مال البوند, وانشف فيه هاي الماي. لازم ابقل الدنتين شويه وات على مود الكولاجين فايبرز, لان اذا حسويت اكسف دراينس راح ينام, واذا نام الكولاجين فايبرز قل ريتنشن. زين دكتور, وإذا أنا سويت اكسسيف دراينس بعد نسيت ما انتبهت أو خربطت بين التربل سنج أو سويت اكسسيف دراينس شنو الحل؟ قال لك تقدر تسوي شيء يسمونه ري واتينج. شو تسوي؟ تجيب قطعة عادية وتبللها بالماء وتحطها على التو ستراكشر. كل شيء بسوي فقط تحطها هنا, القطعة راح تدفع الماء مالت أو اللي هو الدنت الموجود راح يسحب لك شوية من هذه القطعة الماء مالتها. لا تجيب ماي تحط فوقها, حتى ليس عندك اكسسيف واتيك, ليس عندك ماي هواي, ولا انت بالقطنه ظل تحوس بيها مثل ما تقول ظل الدبعه يتقطر عليه. لا, او في القطنه اللي هي وات بيها شويه ماي بالدنتن كم ثانيه حتى يمتص الماي ويرجع عندك الامور طبيعيه. زين هسه ماكو مشكله, احنا عندنا حلينا هذه المشاكل. اجي اشوف الفيرست جنريشن كان 1960 يحكي فقط على الديجيت انامل. ثيرد جينيريشن هو في سياما ظهر عندنا موضوع الاتش فور انامول وفور دنتن, عشان هو عباره عن اتش اندرز 3 ستيبس. شوف دكتور, الصوره اي هي توضح لك انه الدنتال تيبوس فتحت عندك. الصوره بي هي اجى عندي البرايم قاعد حتى يكون هيدروفيلك وهيدروفوبيك. الصوره الثالثه اجى عندك البوند, تشوف هسه الاحمر هو البرايم من جهه ملتصق ويا الدنتن ومن الجهه الثانيه ملتصق ويا البوند. حتى الان انا هنا ما عندي مشكله, لكن بعدين بالكلينيكال ترايلز بدات تظهر عندي من استخدم الفور جنريشن قاعد تظهر عندي مشكله, او بالتوتال اتش بالذات قاعد تصير عندك. اقلل الستبس مالتي, هذه الستبس قاعد تاخذ من عندي وقت. تفهم شلون؟ ثلاث طالي وثلاث خطوات, واحطن واغسل واحطن وانشف واحطن واحط سوي كيورينج. ظهر عندك الموضوع الفيفث جنريشن اللي هو موضوع التو ستيبس. ايش قال لك؟ قال لك راح اعطيك انا الاسيد اتش بطل بحده, وخل اطبق البرايم والبوند وبطل بحتهم. فسويت صار عندي تو ستيبس, اختصرت وقت. جبت الاسيد اتش بطل بحده وجبت بطل واحد بي برايم وبوند. اما الجيل الرابع الشان كان بطل بي اسيد اتش بحد, بطل بي برايم بحد, وبطل بي بوند بحد. اللي سويته انا سويت اختصرت الوقت وحطيت البرايم ماي البوند وبطل واحد, فصار عندي تو ستيب. شنو تو ستيب؟ احط اسيد اتش وراها اغسل وراها احط البوند اللي هو هذا البطل الواحد البوند اللي هو بي برايم وبي بوند. خلصت المشكله, سموه فيفث جنريشن. برايم بوندينج ايجنتس ار افيلبل ان سنجل بوتن والتو والاتش بحد. تكنيك هنا الفيفث جنريشن يستخدم توتال اتش تكنيك تو ستيب. الجيل الخامس يستخدم لك توتال اتش تكنيك, يستخدم لك تو ستيب. زين لحد الان هنا أنا تمام الامور عندي, بس بعد فتره البيشنت قاعد يعاني من شيء اسمه بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي. شوف دكتور شلون اختصرت الوقت. الفور جنريشن كان تقريبا ثلاث طالع, احنا هذا الاسيد اتش والادهيزف ريزن والبرايم.
اما الفيث جنريشن جاك اسيد اتش بحت واديزف البرايم سوى سموه توستب اللي هو هذا اللي اشتغلنا به بالكليه هذا خصوصا هذا السنجل بوند اللي احمر مال شركه 3 ام يعني احنا تقريبا الكليه كلها خلصناها نشتغل بهذا البوند تقريبا اغلب الكليات تستخدم هو التوتال اتش فيث جنريشن تقريبا الكل تقريبا يعني شوف دكتور اسيد اتش والطبقه الثانيه راح تكون هي بوند وهي برايم زين بعد فتره المراجع قاعد تصير عنده مشكله اسمها بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي من قاعد اخلص شغل ورا فتره قاعد يجينا المراجع عنده الم عنده صله عنده ما ادري شنو ورا يعني within a few days يعني بعد كم يوم قاعد تصير عنده مشكله فمشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي حيرتنا سوينا عليها كلينيكال ترايلز وكلينيكال ستدي لقينا انه هاي البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي قاعد تصير نتيجه انه انت قاعد تفتح الدنتال تيوبلز باستخدام الاسيد اتش مالتك الاسيد اتش راح يسوي راح يشيل لك السمير لاير الموجوده داخل الكافيتي داخل الدنتال تيوبلز ويفتح لك الدنتال تيوبلز على مثل مثل علامه صراعيها يعني تنفتح قبل يصير عندك ممر بين الدنتين وبين بين البلب واحنا نعرف انه الدنتال تيوبلز باتجاه الانامل تكون ضيقه ومن تروح باتجاه البالف تكون واسعه فبالمودريت والديب كافيتي بالمودريت والديب كافيتي مال الدنتين قاعد يصير عندنا بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي على اعتبار التوتال اتش تكنيك والاسيد اتش قاعد يزيل لك كل الاسمير لاير ويعوف لك الدنتال تيوبلز مفتوح ممر راح يصير الدنتال تيوبلز ممر بين بين الكومبوزيت وبين البالف وقاعد يعبر الدنتال تيوب قاعد يعبر لك اي شيء قاعد يجي على الكومبوزيت يعبره مباشره للبلب فصير عندي مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي صير عندي هاي السنسيتيفيتي عند البيشنت هاي نتيجه استخدامي للتوتال اتش تكنيك نتيجه استخدامي للاسيد اتش على الدنتين زين شنو الحل قالوا خل نفكر بماتيريالز جديده خل نفكر باسيد اتش جديد حتى نحل هاي المشكله فطوروا سالفة السيلف اتش تكنيك سووا ماتيريال جديدة سموها سيلف اتش تكنيك شنو هذه الفكرة؟ هذه ماتيريال زين بيها اسيد اتش بس ضعيف هسه الاسيديتي مال فسفوريك اسيد هي 0.9 البي اتش البي اتش مال الاسيد اتش الاعتيادي ذاك الفسفوريك اسيد هي 0.9 اما الاسيديتي مال هذا السيلف اتش اللي يسمونه سيلف اتش برايم هاي الاسيديتي مالته تقريبا 2.5 3 يعني شويه احسن اهون من الفسفوريك اسيد هو اسيد اتش بس ضعيف زين هذا ايش راح يسوي من راح تحطه على التو ستراكشر حطيته على الدنتين هذا راح يروح لك الاسمير لاير يروح لك للدنتال تيوبلز ولكن فقط راح يخرشهن ما يزيلهن يعني الاسمير لاير راح تبقى موجوده شوف دكتور هسه هذا شنو هاي الاسمير لاير هاي الاسمير لاير اللي هي عباره عن الطبقه اللي راح تتكون نتيجه الدبريز مال البريبريشن مالتي انت مو سويت كافيتي بريبريشن وقاعد تطيح دبريز من الانامل للدنتين هاي الدبريز قاعد من تجمع هنا انا اسميها اسمير لاير ذاك الاسيد ايش كان شي يسوي الرجال ذاك الفسفوريك اسيد كان يجي يزيل هاي بالكامل يوخرها ويفتح لك الدنتال تيوبولز لان قوي هذا الاسيد اتش سيلف اتش برايم ايش قاعد يسوي هذا لا شويه ارحم قاعد يخرشن فقط ما يزيلهن شوف دكتور هذه اسمها اسمير لاير هذا كلها هاي داخله بداخل الدنتال تيوبولز اسمها سمير بلاك زين انا راح اجيب السيلف اتش يسوي يخرش لي هاي المنطقه خرش لي اياها يعني تخلخل من خلالها خلينا نقول قاعد يخرش بيها بس ما يزيلها تبقى بس موجوده ما قاعد يشيلها قاعد يخرشها فيجي الدنتين يجي البرايم مالتي ويجي البوند مالتي ويدخل وياها ويسوي لك ادهيشن بس بقت السمير لاير والسمير بلاك انا ما زلتهن ما شلتهن فبالتالي بقات الدنتال تيوبز نوعا ما مسدوده فبالتالي قلت عندي مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي سموا هاي السيلف اتش تكنيك ما يحتاج استخدم بيها واشنج يعني ما اغسل
ليش؟ لان الاسيد اتش مالته هنا راح يبقى ما ينزال. السيلف اتش برايم هو عباره عن اسيد بس ضعيف، وظيفته يجي يخرج لي هذه السمير لاير ويتخلخل من خلالها وبي البرايم وبي البوند مالته، وحط البرايم بعدين البوند احطه بعدين مالته، حتى هذا الرجال من يجي قاعد هنا يجي يفوت بهاي الخروش اللي سويتها ويسوي ياهن ادهيزفنس. زين، بس هو ما فتح لي الدنتال تيوبولز كلها، يعني بقى عندي السمير لاير ساده الدنتال تيوبولز، وبالتالي قلت عندي مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي، حليتها. اوكي، انحلت المشكله. خلاص زين. ممكن احد يسال يقول هي هذا ما هو هذا السيلف، هذا السيلف اتش مو اسيد؟ اي اسيد. زين، شو راح يبقى هنا؟ ما عليه شيء دكتور، صمموا بي بالسيلف اتش، صمموا فد ماتيريالز، يعني صمموا بطريقه معينه بحيث كل ما يروح دي باتجاه الدلتال تيبلز باتجاه البلد تقل الافيكاسي مالته، تقل الفعاليه مالته الى ان يصبح معدوم، يعني ما له تاثير. كل ما يروح ديب كل ما يقل قوته. سيلف اتش سووا بطريقه معينه، كل ما يفوت ديب كل ما يقل، كل ما يفوت ديب كل ما يقل. ليش؟ لان انت هنا ما راح تغسله، ذاك شنو نغسله، هذا ما راح تغسل. فاذا ما راح تغسل معناه راح يبقى هنا الاسيد اتش، شلون اتخلص منه؟ قال لك هو ضعيف اي بس هم اسيد، انا خافا، فخل اسمه بطريقه بحيث كل ما يفوت ديب كل ما تقل الفعاليه مالته. فحلينا مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي، وسوينا الجيل السادس اللي هو عباره عن تو ستيبس، هم تو ستيبس سيلف اتش برايم وذاوت رنزنج، يعني يجيك البطل ب سيلف اتش، يعني باسيد اتش ضعيف وبي برايم، وتجيب بطل ثاني بي بوند، بطلين، واحد باسيد اتش وبرايم وواحد بي البوند. هو مو اسيد اتش وبرايم، هم يسمونه سيلف اتش برايم واحد، يعني بطل واحد يجيك اسمه سيلف اتش برايم، هو سيلف اتش هو يعني هو اسيد اتش وهو برايم بس ضعيفات، والبطل الثاني اللي هو بوند، سموه الجيل السادس. تمام. اوكي، بعدين سوينا الجيل السابع اللي هو السيفن جنريشن. هنا انا قالوا خلينا نسوي كونسبت واحد، اجيب بطل واحد هو بي سيلف اتش برايم وهو بي بوند بنفس الوقت، واختصر بالتايم. انا كل ما جاي لي كل ما قاعد اختصر عندي بالتايم، اقلل الوقت. وبالمناسبه السيلف اتش هذا هنا انا نستخدمه، تحطه على الانمال وتحطه على الدنت كله، انمال ودنت. ايش جاي تحطه 1 مينت، دقيقه كامله حتى تعطي مجال يدخل بالدبريز، يعني قصدي اظل اسوي موشن مالتك لمده 1 مينت حتى يتخلخل بالدنت تيبلز. بعدين اجى الجيل السابع قال لك احنا خلينا نستخدم بطل واحد، نسوي 1 ستيب، بطل واحد بي سيلف اتش وبي برايم وبي بوند، اجي اشيله واحطه انسايد كافيتي، وبالتالي وخلصت انا من مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي واختصرت بالوقت مالتي. اوكي، حكي كلش حلو، بس ورا فتره شوف دكتور، نو بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي، ما عندي مشكله به. شوف يجيك كله هذا الكيس مال، تشوف الصوره شلون توضح لك، هاي تحت الالكترونيك مايكروسكوب سمير لاير، وهاي الداخله هي السمير بلاك، اجى السيلف اتش السيلف اتش برايم خرشه بس ما زالهن، فبقت الدنتال تيبلز مزوده، فبقيت انا تخلصت من مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي. زين، هسه المشكله وين؟ المشكله انا بعد فتره من الزمن البوند قاعد يصير، يعني يصير عندي فيلير سريع. ليش؟ لان هنا البوند ضعيف، هذا السيلف اتش يعني مشكله، قاعد احطه على الانمو وقاعد احطه على الدنتين، قاعد الروتيشن يقل عندي لان ما قاعد يخرش لك كلش وما قاعد يسوي لك مايكرو بوروسيتيز هواي، فقاعد يقل عندي الروتيشن، يعني ضعيف. قاعد تفهم الفكره ايش قاعد يصير؟ انت استخدمته حتى تتخلص من مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي، بس هذا على حساب الروتيشن، الروتيشن قاعد يقل عندك، صار ضعيف، كلش ضعيف للامانه. يعني شنو الحل؟ اللي هو هذا السيلف اتش تكنيك وان ستيب. قالوا خلينا نسوي طريقه بيناتنا، نقعد احنا اليوم نقعد نسولف ونسويها بيناتنا. شنو هي هاي الطريقه؟ انه انا اسوي اسيد اتش على اليمن على الانامول اعتيادي، يعني اجيب الفسفوريك اسيد احطه على الانامول واغسله، واجيب بوند ثاني من ذيك الاجيال القديمه اللي يشتغل على التوتال، اللي يشتغل على الفسفوريك اسيد، واحطه على اليمن
على الانامول. اذا الانامول سويت له اسيد اتش اعتيادي وغسلته وحطيت له بوند اعتيادي بحت زين، واجيب السيلف اتش بوند مالتي احطه على الدنت. سموها سيلكتيف اتش تكنيك، سموها سيلكتيف اتش تكنيك، انه انا اجيب اسيد اتش وبوند احطه على الانامول بحت، واجيب السيلف اتش مالتي احطه على الدنتين بحت. يعني هنا تقريبا انا استخدمت بوندين. بس هاي الحكي هاي السيلف اتش تكنيك كانت بعد مو علميه وما مطروحه بالكتب، يعني كانت خلينا نقول بيناتنا سوالف، احنا بيناتنا قعدنا وسويناها زين. فقال لك انت ليش لك بهالمشكله هذه؟ احنا خنسويها تكنيك عالميه وعلميه ونحطها بالتكست بوك ونذكرها بالارتكلز. بس انا مشكلتي قاعد استخدم هنا بوندين. فطوروا كلاس جديد او سب كلاس بالسيلف اتش سموه اليونيفرسال بوند. هذا اليونيفرسال بوند اللي طوروه شنو هذا؟ قال لك هذا البوند يشتغل لك على الاسيد اتش الفسفوريك اذا حطيته على الانامول، ويشتغل كسيلف اتش اذا حطيته على الدنتين. يعني انت من ساعه تستخدم بوند بحد واسيد اتش بحد، وهنا تجيب بوند بحد. فانت هذا خلي اسميه يونيفرسال، هذا هو عباره عن سب كلاس من السيلف اتش تكنيك، من السيلف اتش برايم، سميناه يونيفرسال بوند. هذا اليونيفرسال بوند تسوي اسيد اتش بالفسفوريك اسيد للانامول عادي وتستخدمه نفس البوند، وتروح تحطه على الدنتين يشتغل كسيلف اتش. يعني سموه سيلكتيف اتش تكنيك اعتياديه، هسه هاي صارت تكنيك اعتياديه. تمام. بس هذا السيلف هذا اليونيفرسال بوند اللي قاعد يشتغل لك انامول اسيد اتش اعتيادي ويشتغل لك دنتين سيلف اتش. هسه انا هنا تخلصت من مشكله البوست اوبرتيف سنسيتيفيتي على اعتبار بقى الدنتين ما بي مشكله لان استخدمت السيلف اتش. والانامول حصلت على بوند قوي من عنده، حصلت على ستريف للريتينشن للبوند مالتي من الانامول. ليش؟ لان الانامول خرجته باستخدام الاسيد اتش الاعتيادي مالتي القديم، واستخدمت وياه هذا البوند مالتي اليونيفرسال، فصار يشتغل على كل شيء. سموه يونيفرسال بوند. بس هذا اليونيفرسال بوند اللي قاعد احكي عليه هو ما يصلح او ما يستخدم غير مع اللايت كيور كومبوزيت. يعني ما يصير تستخدمه ويا الديوال كيور كومبوزيت، ما يصير تستخدمه ويا السيلف كيور كومبوزيت، وما يصير تستخدمه ويا الاندايركت ريستوريشن. يشتغل فقط على اللايت كيور. تمام. سمو يونيفرسال سوا. بعدين اجوا طرحوا موضوع الايت جينيريشن، اللي هسه تقريبا هذا موضوع الايت جينيريشن عرفته هسه تقريبا، ما صار كم يعني شهر الثالث ب 2020 شفت احد الاطباء يحكي عليه ويسولف عليه، سماه يونيفرسال بوند. بس يونيفرسال حقيقي الايت جينيريشن الجيل الثامن اللي هو اليونيفرسال بوند، هذا يونيفرسال يشتغل لك سيلف اتش، يشتغل لك سيلكتيف اتش، يشتغل لك توتال اتش، يشتغل لك لايت كيور كومبوزيت، يشتغل لك سيلف كيور كومبوزيت، يشتغل كيميكال كيور كومبوزيت، يشتغل لك دايركت ريستوريشن، او يشتغل لك ان دايركت ريستوريشن. يعني باختصار على قوت المصريين بتاع كله، قام كل شيء يشتغل. هذا سووه جيل بحده الجيل الثامن اللي هو اليونيفرسال بوند. فمن تقرا كلمه يونيفرسال لازم تعرف يونيفرسال ذاك القديم اللي يشتغل فقط على الكومبوزيت ام اللايت كيور، لو يونيفرسال يشتغل كل شو كلا شيء. يعني يا يونيفرسال من انت قاعد تقصد؟ حتى الكراون الاندايركت ريستوريشن الا اونلي قام يشتغل، قام كل شيء يشتغل. سموه يونيفرسال. هذا هو المسيره التاريخيه والعلميه والتطوريه للجنريشنز من الجيل الاول لحد اخر جيل اللي هو جيل. اتمنى يعني تكون وضحت الفكره، وان شاء الله هسه بالاسئله نشوف واضحه ولا زين. الهايبريد حشينا في زياده بالثير جنريشن، عفوا بالفور جنريشن، ناكاباياشي اكتشفها بالفور جنريشن. من قال يا باش راح استخدم اني راح استخدم الدنتال تيوبولز، وراح استخدم الكولاجين فايبرز عندي، واستخدم الطبقه اللي راح تتكون عندي هي اسمها هايبريد لاير، هي اللاير المسؤوله عن الادهيجن وعن الريتنشن بالكومبوز ريستوريشن. زين.
زين the two bonding زين. هذا الاسمير لاير حكينا قلنا الاسمير لاير اقصد بها انا الاسمير لاير هي اللاير اللي تتكون نتيجه الكافيتي بريبريشن الدبريز اللي راح تطيح. فهاي مرات تدخل بالدنتال تيوبز وتسد لك اياهن. اذا استخدمت اسيد اتش احتيادي في سفارك اسيد راح يزيلها بالكامل وراح يسوي لي اكسبوز للدنتال تيوبز وراح يسوي لي عندي مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي. فلهذا اكتشفنا موضوع اتش which is better شوف الفيلير ريت بالوان ستيبس والتو ستيبس. يعني بقى موضوع الستيبس وان ستيبس معناها مره واحده استخدم البطل قبل يجيني تو ستيبس ممكن مرات يجي ويا اسيد اتش وبرايم سوا والبوند باحد او يجي الاسيد اتش باحد والبرايم والبوند سوا. هذا الجنريشنات فور جنريشن في الجنريشن وهنا بعد ما يعني شات بعد ما مكتشف الموضوع الاي جنريشن كلش ابديت. هذا اليونيفرسال ادهيزف صاحبنا الحد هنا كل يعني كلش ممتاز. يعني انا جدا فرحان وحليت كل المشاكل وقمت استخدم سيلكتيف ايش تكنيك حتى حصل على ريتينشن انيمال اي وحصل عليه اتخلص من مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي من دنتن وماكو اي مشكله. بس قبل تقريبا 3 اشهر شفت شركه دنت سبلاي سيروني طورت فد بوند جديد غريب عجيب يا اخي ماكو هالشيء. هذا البوند احنا حكينا كنا بالبداية إن أنا شو أحتاج؟ أحتاج إنه أغير الدنتين مالتي من هيدروفيلك إلى هيدروفوبيك حتى يتحد لأن ما قاعد يصير عندك أدهيجن بين الدنتين اللي هو هيدروفيلك والبوند اللي هو فوبيك. بس هذا هذا البوند طرحوه بآخر فترة سموه برايم أند بوند يونيفرسال طرحوا به فكرة الويت دنتين. يعني شنو؟ يعني قال لك هذا البوند يشتغل سواء كان الدنتين دراي أو الدنتين ويت. يعني عندك ماي بالدنتين وهو هيدروفيلك عادي يشتغل ماكو مشكلة. شلون الأمانة يعني ما أعرف هم من نزلوه نزلوه بهاي الصورة ونزلوه هاي هاي الكليشة مالته نزلوا عليها حكوا بيها عن أدفانتج مالته. شوفنا أنا شوف الصورة إيش قال لك. قال لك self leveling active dentine penetration active moisture control زين يعني no post operative sensitivity active cavity spreading all etching methods are all indications. بس هذا الـ يعني حتى اذا عندك الدنتين وات يشتغل. احنا قبل بدنا نشيل الاجيال كلهن اذا الدنتين وات كلش ما يشتغل عندك البوند يصير عندك دي بوندنج. بس شو هنا ما اعرف سووا ايش ضافوا ايش حطوا هم ما حكوا حكوا فقط اجوك نزلوا لك اياه وقالوا لك هاي الادفانتج شوفين اشكال والوان تلقى بيه. زين شنو الديس ادفانتج ما قالوا شو الادفيرس افكت ما قالوا فقط قالوا انه هذا يشتغل لك سواء كان الدنتين ويت او الدنتين دراي بحيث من بالاعلان مالتهم حطوا لك هاي القطرات مال الماي حتى يبينوا له هذا ممكن يتحد ويمتزج وياه. هذا تقريبا احد الحين ما عندي شيء يعني ما بي كلينيكال ترايلز ما بي ارتكلز سوى يعني كجيل جديد جيل جديد يشتغل لك ويت دنتين ودراي دنتين. يعني انا هذا ذكرت الموضوع حتى تشوف التطور من 1950 لحد 2020 شلون صار التسلسل مال الجنريشن شلون صار التطور شلون المشاكل اللي ظهرت عندنا وشلون حليناهن الى ان وصلنا اخر شيء قدرنا نستخدم بوند على الودنت ويحتاج لهذا كلينيكال ترايلز اكثر يعني حتى نكشف شنو السر الموجود به. لحد الان انا كل شيء خلصت وما بي مشكله بس ظهرت عندي اخر شيء ظهرت عندي مشكله ثانيه لقيت انه اكو شيء يسمونه زنك اند كالسيوم اندوبيبتايديز اكو من ضمن المكونات مال الدنتين اكو شيء يسمونه ماتريكس ميتا الا بروتينيز MMP ماتريكس ميتا الا بروتينيز. شنو هذا؟ هذا عباره عن انزيم عن اندوبيبتايديز عباره عن بروتين شو تسميه انت سميه. هذا شبيه المشكله هذا هو موجود بالدنت بس هذا قاعد يتحفز وينفرز نتيجة استخدامنا للأسيد إتش. زين شو المشكلة؟ المشكلة هذا من قاعد ينفرز ويتحفز هو موجود بس خامل. من تستخدم أسيد إتش قاعد يتحفز ويصير أكتيف. من قاعد يصير أكتيف قاعد يروح ياكلك الكولاجين فايبرز اللي تعطيك ريتينشن. فقاعد يقل عند الريتينشن. يعني هو موجود بالدنتين إيه موجود. بس شو المشكلة؟ المشكلة هذا موجود خامل ما يشتغل بس موجود من قاعد يحتاج له
حفز حتى يقوم يشتغل. هذا المحفز هو الاسيد اتش اللي انا لازم استخدمه، سواء كان فسفوريك اسيد او سيلف اتش براين موجود فقط بالدنتين. هذا هذا من قاعد يحفز الدنتين، ايش قاعد يسوي؟ قاعد يروح ياكل لي الكولاجين فايبر. من قاعد ياكل الكولاجين فايبر قاعد يقل عندي الريتينشن. يعني هي الكولاجين فايبرز ريتينشن تطيني بس تدمرني، قاعد بي ذله مو طبيعيه. ريتينشن قاعد يذلك، تحط تخمص عش ثانيه اسيد اتش لا خاف انوك، ولا تحط لي ماي اكسيف دراين حتى لا انا لو لا ما ادري ايش اسوي لي حتى لا تاكل لي الماتريكس 100 الف. يعني انا احتاج للريتينشن بس قاعد تدمرني الامانه. الكولاجين فايبرز تطريتينشن بس كلش مزعجه، يحتاج شفت تكنيك سنسيتيف زين. ف ماتريكس 100 الف تحفز لي يا كل الكولاجين فايبرز. فشنو الحل؟ قال لك استثمر هيكس من هذا الماتريكس بروتينيك ويحافظ على الكلوركسيدين من احطه استخدمه قاعد يحافظ لي عليه على الكولاجين فايبرز انتاكت. شلون استخدمه؟ انا حطيت اسيد اتش زين، حطيت اسيد اتش وغسلت وراها احط امسح الكافيتي بكلوركسيدين. الكلوركسيدين مباشره راح يروح لهذا الماتريكس ميتا البروتينيز اللي هو تحفز يروح يثبط عمله. استخدام الكلوركسيدين راح يثبط عمل الماتريكس ميتا البروتينيز ويحافظ لك على الكولاجين فايبرز انتاكت حتى تحصل على ريتينشن عالي. تمام، هسه اعتقد الفكره بعد وضحت. انا بدي اشك حكينا على وقتهم بتشينا بنتين اتش جد وديش. هذه سلكت، شلون تعرف هذا البيشنت؟ شلون تعرف هذا الطبيب قاعد يستخدم توتال لو سلكتيف؟ اذا شفته حاط فقط على الانامول اسيد اتش في سبارك اسيد والدنتين ما حاط، هذا قاعد يستخدم سلكتيف. اذا شفته حاط على كل الكافيتي قاعد يستخدم هذا توتال اتش تكنيك. واذا ما حاط اي كل شيء ما حاط اي اسيد اتش اي فسفوريك اسيد هذا قاعد يستخدم سيلف اتش. شوفوا هو سوى، حاط اسيد اتش كمل غسل، وراه استخدم كلوركسيدين حتى يقضي لك على الماتكس ميتا على بروتينيز، وراه استخدم البرايم مالتي، وراه استخدم البوند مالتي، خلص حلت المشكله وشكرا. هسه قبل ان ننتقل لموضوع البوستير كومبوزيت نفتح الاسئله حتى نجاوب اذا اكو اسئله. اذا اكو دكتور عبد الله يسمعنا. تمام دكتور عيني، اسمعني دكتور. ايه سمعك دكتور. العفو دكتور بس شويه صوتك شويه علي يعني. ايه سمعك دكتور. تمام 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 هسه واضح. اكو اسئله؟ ايه ايه دكتور هسه واضح. ما اليوم ما قاعد تطلع الاسئله، ايش عجب؟ العفو دكتور هسه زين تسمعني؟ اسمعك انا اسمعك دكتور. اسمعك دكتور. مو اني دكتور قلت لهم انتظروا الاسئله هسه يلا كتبوها. شوف اللي عنده سؤال على الجزء الاول من المحاضره خليه. اي دكتور ما مو مثل ذيك المره، مو قلت خاف يصير هوسه يعني. دكتور السؤال الاول من دكتور رضا مؤيد. اي دكتور. السؤال الاول من دكتور رضا مؤيد ودكتوره تودد، السكلروتيك دنتين شلون نعرفه وشنو انواعه؟ شلون نعرف هذا الدنتين سكلروتيك هسه؟ موضوع السكلوروتيك دنتين، ما هو انت ليش صار سكلوروتيك؟ صار سكلوروتيك لان انت عندك لونج ستاندينج كاريز موجود بس شويه كرونيك كاريز. فشي يسوي البالب؟ البالب يظل يحفز لك الاودونتوبلاست حتى يكون لك دنتين. يظل البالب يصغر على حساب الحجم مالته، يعني البالب قاعد يصغر بالحجم وقاعد يحفز الاودونتوبلاست حتى تكون لي دنتين. وهذا الدنتين يختلف من ناحيه انه المينرال كونتنت مالته قويه، يعني تحسينه صلب مو 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 هش قوي. تحسيني يعني شلون اوضح لك الفكره؟ ممكن تجي بي ستونز، يعني دنتين شويه هارد اكثر. ان شاء الله ان شاء الله قريبا راح انزل محاضره بوست يعني بشكل محاضره عن التايبس اوف دنتين من اول ما يتكون السن لحد ما يصير بي كومبليكيشن سكيوراتيك دنتين. ان شاء الله قريبا كلش انزلها. العفو دكتور، سؤال اكو اسئله تجينا. السؤال الاخ من دكتوره اسراء راضي باهظ تقول بي البوند اللي نزلته شركه دنت سبلاي ويا دراسات؟ لا مو ذكرنا هذا البوند تقريبا ما صار له 3 اشهر، انا شفته قبل 3 اشهر بوست وتعجبت انه الموضوع الاسم لفت النظر انه كاتب ويت اند دراي دنتن فحيرني هذا السؤال. بعدين من دخلت عليهم لقيتهم منزلين هي هاي تا
تقريبا وريتكم اياها قبل شويه، حاشين فيها حاشين بيها حاشين بيها ادفانتج الانديكيشن مالاته، لكن ما حاشين ديس ادفانتج، ما حاشين ادفيرس افكت شنو، ما بي كلينيكال ستديز، ما بي ارتكلز، يعني كلش ابديت الموضوع. لهذا يعني ما قاعد ما نعرف عنه شيء، ما حد يستخدمه على مستوى العلاقه، يحتاج انه نعرف عنه شنو هذا. تمام دكتور، السؤال من دكتورة آية ثائر تقول شنو الفرق بين اليونيفرسال بوند العادي واللي 8th generation؟ اليونيفرسال بوند العادي هن اثنينات عبارة عن سب كلاس من السيلف اتش، بل اليونيفرسال بوند العادي هذا يشتغل فقط على الكومبوزيت، اللايت كيور كومبوزيت، اللايت كيور كومبوزيت يعني الكومبوزيت اللي يصير لها الرياكشن لايت كيور، وهذا واضح اللي هي كلتنا قاعد نستخدم حاليا. هاي اليونيفرسال ما يصير تستخدمينه وي سيلف كيور، ما يصير تستخدمينه وي سيلف كيور ولا وي الكيميكال كيور، لان الكومبوزيت اكو للرياكشن مالتين، اللايور عن طريق الضوء، السيلف كيور انه هي من واحده كيميكال يصير بها رياكشن يعني تخبطيها، والنوع الثالث اللي هو الديوال كيور اللي هو الثنائي، يعني ممكن تخلي له تستخدم اللايت كيور ممكن لا من واحده، يعني ثنائي يسمونه، يعني احنا ما بنستخدم عندنا وايد انا نستخدم كل لايت. فاللايت كيور بس عليك من دكتور اليونيفرسال يشتغل فقط لايت كيور كومبوزيت، اليونيفرسال القديم يشتغل فقط لايت كيور دايركت ريستوريشن، اما اليونيفرسال الثامن يشتغل لايت كيور، يشتغل سيلف كيور، يشتغل كيميكال كيور، عفوا ديوال كيور، وبعد وقام يشتغل لك حتى على الاندايركت ريستوريشن، حتى على الانلاي، حتى على الاونلاي، حتى على الاوفرلاي، حتى على الكراون. نهاية ناحية يختلف صار يونيفرسال اي جنريشن. زين دكتور اكو سؤال؟ يعني دكتور واياكو دكتور اذا سكلروتيك شلون اعرف مده الاسيد اللي اخليها، لان احنا اذا اخذنا اذا اكثر وقت تصير اضرار واذا اقل اضرار. اي شوف دكتور هو السكلروتيك شلون احدد ايش قد اسوي له اسيد؟ اي صح، مو هو هذا موضوع السكلروتيك يعني ما حد ذكر عليه شنو شيء اشياء، هي كذا تقول لك 15 ثانيه، بس المشكله انه بال 15 ثانيه هاي قاعد انا القى انه ما قاعد يصير عندي بوند قوي، لان المينرال كونتاكت هنا هواي، فالاسيد مو غير لحق يسوي مينرالايزيشن، فقال لك انت زيد الوقت 20 الوقت مثلا 30، هذا بعد انت ما تشوف هذا الدنت السكلوتيك عرفته هذا سكلوروتيك، حاول تزيد الاتشك تايم، انت حاول تزيد سوي 30 مثلا سوي 20 مثلا، من عرفت هذا سكلوروتيك. تمام عفوا دكتور بس شويه صوتك المايك بس دلون. دكتور بس قرب المايك يعني لانه شوي تمام عيني. من انت عرفت هذا الدنت السكلوروتيك ذاك الوقت انت حاول شويه تزيد التايم مالته، هذا الحكي بالتوتال اتش، طبعا هذا الحكي فقط في حاله التوتال اتش، لان السيلف اتش هو اصلا راح يبقى موجود عليه بالتوتال اتش تكنيك على الدنت، اذا عرفت هذا السكلوروتيك حاول تزوده 20 مثل تسوي او 25 بعد حسب الهاردنس، ما انت من قاعد قصره قاعد تشوف الدنتين كلش هارد، بعد على اساس الهاردنس انت تحدد الوقت مالته. تمام دكتور بس قبل ما اكمل لك السؤال البقيه اخواننا اللي موجودين بلايف على الفيسبوك حاليا بعد الاسئله راح ننتقل الى موضوع البوستيرير كومبوزيت ريستوريشن، بس نعطيهم خبر دكتور. دكتور السؤال الاخر الكيورينج تايم للسيلف اتش ايش قد يكون واليونيفرسال ايش قد؟ الكيورينج تايم العفو دكتور صوت لسه ممتاز هو لك تايم، احنا بذاك المحاضره حشينا وقلنا اكو معادله تحدد على اساس الكيورك تايم يعتمد على اللايت كيور مالتك، قلنا اكو معادله، هذه المعادله شو تقول؟ تقول التايم في الباور، الوقت في الباور اللي هي القدره مال اللايت كيور مالتك اللي هي مكتوبه تلقاها على الجهاز، المفروض تساوي لك 16000 مايكرو جول على سنتيمتر المربع، ملي جول ملي جول على سنتيمتر المربع. زين التايم انت مجهول عندك هنا، الباور تلقاها مكتوبه وين على الجهاز يساوي 16000، فوسطين في طرفين يعني تسويها كمعادله رياضيه راح على اساسها اطلع التايم ايش قد. فاذا فرضنا انه انا مالتي الجهاز مالتي القدره مالته 1200 واط، زين 16000 على 1200 واط يطلع لي 14 ثانيه، المفروض انا اللايت كيور مالتي استخدم بيه كيورك مده 14 ثانيه كمعادله هذه ثابته، بس هو يقول لك انت خصوصا بالاجهزه الصينيه وهذا يقول لك قدر الامكان حاول تسوي اوفر كيورنج، يعني مثلا اذا 15 حاول تسوي زيد اكثر من 15، اذا زيدت ماكو مشكله
لأن برو الوقت القدرة الطاقة القدرة الباور مال الجهاز قاعدة تقل. فإذا كان يسوي لك كيورك ب15 ثانية ممكن يسوي لك كيورك ب30 ثانية ب40 ثانية لأن القدرة مالته بمرور الزمن تقل. فاستخدموا هاي المعادلة حتى تطلعون ايش قد تستخدمون ايش قد اللايت كيور مالتكم للطي تايم. ها دكتور تمام دكتور تسمعني حاليا؟ اسمعك اكو بعد دكتور تسمعني؟ اي اسمعك دكتور. تمام دكتور. دكتور السؤال الاخر من دكتوره ساره، الايث جنريشن شو وقت راح ينزل؟ واذا ننزل نستغني عن البوندات العاديه؟ هو نازل موجود اليونيفرسال بوند حاليا موجود، بس مو شنو دكتور المشكله اليونيفرسال دكتور هذا مو نعم دكتور اي مو الكل تستخدمه حاليا يعني هو شويه همي مو غير يعني هو هذا الاي جنريشن موجود بس مو كل واحد يستخدمه. احنا قلت لك احنا بالكليه كنا نستخدم الفيث جنريشن وهسه بعدنا على الفيث جنريشن. اكو ناس قاعده تستخدم السيلف السابع بعد انت حسب الامكانيات لانه طبعا يختلف كسعره وحسب الكيسات. يعني مثلا عندك انت اليوم فينير بس انامول اروح استخدم اليونيفرسال اقدر استخدم التوتال ايش عادي حسب الكيس اللي عندك. مثلا البوست اند كور او الاندودونتيكلي تريتد توث اللي هو ما بيدنتن انا ما اخاف من البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي لانه هو اصلا اندو ممكن استخدم التوتال اتش القديم مالت الخامس والرابع ممكن استخدم اليونيفرسال. انا ذاك يوم احد الزملاء دكتور يعني كلش عالم وكل صديقي وجدا احترم على الامكانيات العلميه يقول انا استخدم الفورث جينيريشن لان كلش قوي هو الرجال امكانيات العلميه عالميه خبل يقول استخدم الجيل الرابع لان جدا جدا قوي فهي مو مقياس. تمام دكتور اكو بعد سؤال؟ عيني دكتور اكو ايه دكتور تحب نأجل للبقي للنهايه شو تقول باقي الاسئله؟ يلا يلا هم وقت هذا ايوه لا تجاوب هسه يلا لا خليها بالنهاية. يلا تمام اخواننا من يلا تمام اخواننا من دكتور حسين حسن حسان والاسئله اللي جوه راح ناجلها بعد نهايه البوستيرير كومبوزيت. تمام سجلوا اسئلتكم وبعد النهايه ان شاء الله تقدرون تطرحوها. تمام دكتور تقدر تكمل هسه حاليا. تمام دكتور اي واضح دكتور هذا وان شاء الله هسه نبلش بالبوستيرير كومبوزيت بالبوستيرير كومبوزيت ريستوريشن. تمام هسه بعد راح ان شاء الله نبلش بالبوستيرير كومبوزيت. العفو دكتور بس شويه الصوت بعيد. اي دكتور اي هسه تمام زين هسه نجي احنا نحكي على البوستيرير كومبوزيت ريستوريشن. احنا حكينا وذكرنا بوقتها قلنا انه البوستيرير كومبوزيت ريستوريشن اكتشفناه بسنه 1945 وفرحنا انه خلصنا من مشكله الامالجام. وبالفعل هي يعني حلت لي هواي مشاكل كنت اني اعاني منهم كان مثل موضوع الكونزرفاتيف توث بريبريشن. الامالجام كانت تحتاج فد ميكانيكال ريتينشن فيحتاج اخذ التوث ستراكشر. كان الامالجام تسوي لي الكترون الجلفانيك شوك توصل لي التيار الكهربائي الثيرمال كوندكتيفيتي كل المشاكل اللي كانت موجوده بالامالجام الاستاتيك كل المشاكل اللي كنت اعاني منها بالامالجام تخلصت منها من ناحيه البوستيرير ريستوريشن. صار عندي الكومبوزيت مالتي صارت مور استاتيك مور كونزرفاتيف ما بيها الكترونيك جلفانيك الكتريكال جلفانيك شوك. بس بنفس الوقت هم بيها ديس ادفانتج بيها مشكله انه هي يصيرها الوير ريزيستنس مالتها ضعيف مشكله البوليمرايزيشن شرينكج مشكله البوست اوبراتيف سنسيتيفيتي الى اخره من المشاكل اللي راح نحكيها ان شاء الله اليوم. من تجي تحكي على الهيستوري مال الكومبوزيت ريستوريشن كانوا قبل يسمونها توث كولورد ريستوريشن انه يابا هذا الريستوريشن تشابه للتوث ستراكشر فانا حصلت من خلالها على استاتيك. اول كومبوزيت ريستوريشن اكتشفوها كانت ب 1871 يسمونها سيليكيت سيمنت متكونه من سيليكيت باودر وفسفوريك اسيد. اوكي استخدمناها وفرحانين بها بس مشكلتها انه هاي ارتن تو ذا بولب على اعتبار هذا فسفوريك اسيد هذا هنا اسيد فراحت من 1871 سد هذا الموضوع الى ان اجت 1945 واكتشفوا كومبوزيت جديده سموها يعني توث كولورد ريستوريشن سموها اكريليك بوليمر اللي هو هذا البوليمر اللي اعتياد نستخدمه كنا بالبروس. هذا ممتاز
وطوروه بسنة 1960 وماكو مشكلة. الكولر ستيبلتي مالته حلوة، كولر ستيبل يعني، بس مشكلته هو بالسترين ضعيف، بالكوفيشن اكسبانشن مالته ضعيف، الابريجن ضعيفة. ففشلت هاي المحاولات لحد ما تقريبا المودرن دنتال كومبوزيت بدت، يعني المودرن دنتستري بدا بسنة 1960 فما فوق. اجى عالم يسمونه بومن، بدا اول فكرة عن موضوع الكومبوز ريستوريشن والميكان، وطور مات الميكانيكال بروبرتيز حتى يحصل على ريستوريشن قوية، خصوصا سنة 1970 دخلت موضوع اللايت كيور كومبوزيت. 1970 ظهر عندنا هذا الريفوليوشن وصارت عندنا لايت كيور كومبوزيت ريستوريشن. من تجي تحكي على الكومبوزيت ريستوريشن لازم تعرف انت هاي الكومبوزيت اللي قاعد تستخدمها شنو مكوناتها، شنو هاي الدواخل الموجوده بيها الحي، بحيث كونت لي هاي الكومبوزيت اللي هي تصل بعد فتره من الزمن، اللي هي الميكانيكال بروبرتيز مالتها هيك شيء، الفيزيكال بروبرتيز مالتها هيك شيء. كل الكومبوزيت ريستوريشن تتكون من 3 مين كومبوننت، تتكون من سوفت اورجانيك ريزن ماتريكس، وبيها ان اورجانيك بارتيكلز اللي هي الفيلر، وبيها كوبلينج ايجنت. الريزن ماتريكس اللي هي سوفت اورجانيك ريزن ماتريكس تحتوي بداخلها على مونيمر، تحتوي بداخلها على انيشيتر واكتيفيتر، يعني هاي الماتيريالز من تتحسس الضوء تبدي الكيميكال اللي تبدي البوليمرايزيشن مالتها رياكشن حتى تتصلب، يسمونها انيشيتر واكتيفيتر. زين بعد بيها بوليمرايزيشن انهبيتر، ما هو من راح يبدا التفاعل من تتحسس اللايت كيور ويبدأ مالته البوليمرايزيشن رياكشن مالته، ايش وقت توقف؟ لو ما توقف، هي كانت ما توقف فضافوا لي البوليمرايزيشن انهبيتر حتى هذا يوقف لك عمليه البوليمرايزيشن رياكشن، تتوقف لحد هنا. يعني انت حتى اذا حرفت لي لايت كيور بعد خلاص هو توقف التفاعل، سموه انهبيتر اور بوليمرايزيشن انهبيتر. بعد ايش بيه الماتريكس؟ بي الترا فايلت راديشن ابزوربر. ايش قال لك دكتور احمد؟ بس ثواني عفوا دكتور احمد على المقاطعه، بس بث الفيسبوك وقف، بس اذا ممكن ثواني بس حتى يلا بس نرجع بث الفيسبوك. يلا تمام دكتور، ثواني اعتذر جدا دكتور، بس هو صارت مشكله بالبث.